عليكم مع ام ساره للطبخ. اليوم عندي دونك دي ميني تارتلات سالي ولا تارتلات مالحين بموستاتون، دونك طريقه سهله واقتصاديه. دونك هنا درت زوج درت هادو دونك نص طيبتهم اليوم ونص نخبيهم في الكونجيلاتور ليامات واحد اخرين. دونك هاد الكميات قطعلكم 30 حبه بدون زبده وبدون بيض، تبعوا معايا. واللي مازالتش ما اشتركش من فضلكم دونك الاشتراك وضغط على جرس التنبيه على بلاج نوتيفيكاسيون، وما تنساوش اللايك والتعليقات. نبداو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى بركه الله. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. دونك عندنا هذه الوصفه زوج كيسان تاع فارينه ولا الدقيق الابيض ولا الطحين، زوج هامليك مع دونك كاس الاخر فيه دونك تلت ارباع. دونك هذا الكاس نقصوا منه اسبوعين ولا زوج اصابع هكذا، وهذوك زوج اصابع انا ما حبيتش نديرهم في هذا الكاس باش تفهموا مليح. دونك عندي فيهم زوج مغارف تاع النشا ولا دقيق الذره ولا لاميدون، هايليك دونك النشا ودقيق ولا دقيق الذره، على باش هاد الوصفه تكون عندها خفه اكثر واكثر، دونك تجي خفيفه. عندي شويه ملح على حسب الذوق، وعندي زوج مغارف تاع الخل. علاه الخل؟ هو محسن او ميم طون يعاوننا باش نجمعوا ولا نحافظوا على هاد المملحات. نقدروا نديروهم في الفريجيدار و نخبيوهم لليامات الاخرين، دونك سي كونسيرفاتور هكذا. نزيد هذاك دونك كاس الا ربع تاع زيت المائده. دونك هنا ما نديروش الزبده، دونك هاد الكيفيه تجي اقتصاديه. دونك بالزبده تجي هاد الكيفيه تجي تقهم، دونك بالزيت لا تجي مليحه. بعد ما نبسو كامل هذيك العجينه وندخلو كامل هذوك المكونات في بعضهم، دونك نديرو هكذا نص كاس تاع الماء. دونك الماء لازم ما تجيكمش جاريه هاد الكيفيه، دونك ما تزيدوش على نص تاع الماء. دونك ديروا هكذا بالعقل بشويه حتى تشوفوا. دونك الا تحطوا في طحين ولا فرينه ما تشربش، حبسوا في القوام اللي راح نوريه لكم. دونك هنا الماء لازم يكون درجه حراره الغرفه ولا المطبخ، دونك ما لازمش يكون بارد. بسم الله. لما نطموها كامل، دونك انا درت كامل هذاك النص تاع الماء. دونك واش نديرو؟ نطموها هكذا، نزيدو نعجنو، ماشي عجين عجين، مي نخلطو كامل هذوك المكونات اللي فيها حتى تولي عجينه ملساء ولا ليس. بعد ما عجنتها هكذا شويه برك، ماشي عجين عجين، دونك حتى ولات دونك اون بات هكذا ليس او ميم طون المكونات كامل تدخلو في بعضهم. دونك نديروه في ورق سيلوفان هكذا لا بابي فيلم هكذا، ونديروه دونك اللي حابه ديرها طيبها دوكا هكذا صافي تجي شويه برك طيبها. دونك ديرها واحد ربع ساعه في الكونجيلاتور اللي عندها الوقت، دونك وما محبش طيبها دوكا تحطها في الفريجيدار دونك في الثلاجه ماشي في المجمد، واحد أربعة ولا خمس سوايع في الثلاجة. اللي حابة تخدمها ديراكتومون مباشرة ديرها واحد ربع ساعة في المجمد، مباشرة إلى المجمد لمدة ربع ساعة. دونك هايليك العجينة تاعنا بعد ما خليتها ربع ساعة في الكونجيلاتور، أنا خليتها في الكونجيلاتور حبيت نديرها ديراكتومون. دونك نجيبو هكذا صاشي كبير باش نعجنوها فيه هكذا باش تجينا الخدمة ساهلة هكذا. وبالرولو نبداو نإيطاليو فيها. هي العجينة إلاستيكي شوية دونك نروحو لها غير بالعقل. بعد ما دونك إيطاليناها دونك هايليك وليك السونك تاعها، دونك نجيبو هاد لي مول ونديروهم هكذا.
ونقطعو سواء بالموس سواء بهذه هكذا، ونبدا نخدم فيها. ايضا نعبزو مليح هنا في لي كوتي، ما لازمش لاباط تاعنا تجي رقيقه مليح، ولا لازمش تجي تاني غليظه، لازم تجي نورمال برك هكذا. شوفوا هكذا بصبعتنا هكذا بلو بوس نطلعوها هكذا او ماكسيموم باش ما تبطلناش. هايليك دونك تبعوا هذيك تاعكم، هاد لافارس تاع العجينه تاعكم، نقشوها هكذا بيديكم ماشي بالنقاشه، ايبانكليوها دونك هكذا باش ما تهبط لكمش. شوفوا كيفاش هي منقوشه من الداخل. هايليك دونك لي طارت لي تاعي، دونك واش نديرو، نثقبوهم مليح هكذا بلا فورشيت باش ما تطلعش هذيك، ام هكذا من لي كوتي باش ما تطلعش لاباط هكذا من لي كوتي كامل هكذا، وندخلوهم للفور. شوفوا انا ما هبطوليش، علاه طلعتهم بزاف و ميم طون بانسيتهم هنا في لي كوتي كيفاش قلت لكم. دونك لازم تبانسيو هكذا، قد ما تبانسيو قد ما هذيك لاباط ما تهبطش، دونك عندها حاجز اللي ما يهبطهاش. دونك لي خايفه تهبط لها لافارس تاعها، دير لها من الفوق شويه بابي كيسون ولا ورق طاي ولا اون كيسات، اللي عندكم دي كيسات هكذا استعملتوهم ولا ما حبيتوش تستعملوهم باغ اكزومبل هذوك لي افلور ايتترا، واش ديروا ديروهم هنا من الداخل باش ما يهبط لكمش، ولصقوهم هكذا من لي كوتي. دونك فالطبخ دونك للطهي، طريقه الطهي دونك الا حبيتو ديروا فيهم لي فارس اللي يزيدوا يعاودوا يدخلوا للفوق، دونك كي طيبو زيدو لهم اون فارس، وهاديك لافارس تدخل للفوق باش تشد روحها. دونك طيبوهم نص طياب، طيبو لي كيش تاعكم ولا هاد لي مول هادو، هاد لاباط تاع بريباراسيون طيبوها نص طياب. الا رايحين ديرو فيها دي موس ولا دي فارس اللي ما تزيدش تعاود تدخل للفوق، طيبوهم طياب نورمال. انا دونك نص نطيبو طياب نورمال باش ندير فيه اون موس او طونك وزالي تشوفوها من بعد. النص الثاني نطيبو نص طياب ونخبيه، جو في الكونسيرفي دونك نخبيه ليامات الجايين، دونك في رمضان هكذا اللي عاد انا ندير دونك كميه على خطره معتبره، نص نطيبو كومبليتوم نص نطيبو نص طياب باش نوع في لي فارس تاعي. دونك نديروهم يطيبو نعاود نولي. بعد ما دخلتهم للفوق هذيك هذوك الزوايد كامل هذوك الحواشي اللي نزيد نجمعها مليح هكذا، نزيد نعاود نرجعها للفريغو شويه باش تعاود تشد روحها باش تجينا سهله للعمل. نديرها توجور في الكونجيلاتور دونك ولا في المجمد للطون، هذيك لاباط هذيك هذوك الاولين يطيبوا وتليبيراو هذوك لي مول كبيد هذوك ما هذوك اللي طارتلات يطيبو، ندير شويه دونك ندير لاموس. دونك عندي هنا نص لتر حليب، شويه تاع الملح على حسب الذوق، ماشي بزاف ما نديروش بزاف باسكو رايحين نديرو شويه تاع الفرماج، اللي ما يديرش الفرماج يزيد لها شويه تاع الملح. دونك هنا عندي 3 مغارف فرينه، انا بيان سور الفرينه تاعي ديجا مسيره، 3 مغارف هكذا. دونك المغرفة الثالثة هي رشة تاع فلفل أسود، اللي عندها جوز الطيب تقدر دير جوز الطيب. حركو كامل هكذا هادوك المقادير خارج النار تاعكم، ما فيهش فيه لي غرومون. دونك واش نديرو، نزيدولو 3 حبيبات تاع الفرماج، فرماج فوندو. دونك إلا عندكم فرماج هاد من النوع ولا تاع الكيلو ولا تاع لي باغ، نتوما واش حبيتو. هكدا ثانية والثالثة، النار تكون دونك هاديه وقليله، نحركو بلا ما نحبسو تحرك علاه باش طيب لي هذيك لاصوص، وميم طون هذاك الفرماج يدوب. دونك ما تحبسوش الخلط حتى يثقل هذاك الخليط. دونك في نص طيابها هكذا ديروا لها زوج مغارف تاع الزبده ولا لا مارغارين. بعد ما طابتي هذيك لا كريم تاعنا دونك نديروها هكذا في ريسيبيون، ونزيدو عليها بواطه ولا زوج تاع لو طون ليهم بيان سور. هاد البواطه تاع لو طون، هايليك طون طون بالزيت طون الويل دونك، وبالميكسور ولا بالباتور
اللي ما عندهاش الميكسور عندها الباتور نسيو نخلطوا كامل هاد المواد ونطلعوا هاد لاكريم ولا هاد لاموس. بعد ما طابوا لي هادوك لي فون دو طارت سالي هادو واش درت هذيك لاموس خليتها في الفريجيدار زدت تشد روحها شويه. دونك واش ندير هادوك لي طيبت ابلون صافي دير نص طياب نديرهم هكذا في هاد لي تروك هاد بواط تاع الكونجيلاسيون ولا تاع ندير لي نخبو فيها حوايج ولا في البورت مونجي. دونك نديروهم هكذا نخبيوهم انا خرجوا لي 30 حبه دونك نديروهم هكذا نخلقو مليح عليهم نديروهم داخل ساشيه نديروهم في الكونجيلاتور نحيوهم في وقت اللي حابين نعمروهم بحاجه. دونك الا عمرتوهم بحاجه اللي تعاود تدخل للفوق عمروهم هكذا، الا عمرتوهم بديموس ولا دي بريباراسيون اللي ما يدخلوش للفوق زيدوا عاودوا كملوا لهم الطياب. وهادو انا نخليهم دوك باش نعمرهم بهذيك لاموس اللي كنا وجدنا من قبل. دونك بعد ما بردت هاد لي فون دو تارت سالي مع لا كريم لاموس تاعي تاع لاموس تاع الطون دونك نزينهم هكذا نعمرهم درتهم في لابوش. هكذا نزينهم كامل بالوحده اللي ما عندهاش لابوش تقدر ديرها بلا كويير. نزيدو نزينوهم بشويه تاع لو طون من الفوق دونك اختيار التزيين اختياري هكذا شويه تاع الطون سورتو الا درتو بليزيور غو ولا بليزيور موس بنادم يدير لهم شويه تاع الطون من الفوق باش يبان ما هو ودونك الذوق اللي كاين داخل كاملك. لي طارت سالي تاعنا بلا موس تاع لو طون دونك هنا درت شويه حبيبات برك كذا التزيين باش نوري لكم الغوندي ولا واش كيما كيفاش فينيناهم. دونك انا خرجت درت هكذا 15 حبه درتهم اليوم دونك 15 واحد اخرين خليتهم بجه دونك هكذا نكونسيرفيهم. هادي اللي نكونسيرفيهم راهم طايبين نص طياب باش من بعد نشوف الا حبيت ندير لهم اون موسه هكذا دونك نزيد نطيبهم الا حبيت ندير لهم الفارس اللي طيب معاهم يزيدوا يطيبوا مع هذيك لافارس. وهادو دونك طابو نورمال. دونك نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه ونتمنى فريمون تجربوها وديروا لي دي لايك واللي مازال ما اشتركتش اشترك. دونك نقول لكم نتلاقاو في وصفه واحده اخرى وفي ساعه الخير ورمضان كريم واترككم في رعايه الله والصلاه والسلام على رسول الله.